باسم ولاية القدير نسلم، وباسم زين الخلق الدنيا والحياة. اليوم الكلام خرج من صلبه بألم، والقلب حبسه ما بقاله دقات. عاد يهتف يقول حقي حقي ويتمتم، ويحكي لي لقصيد كلام وكلمات. قال لي اليوم لازم عليك تتكلم وتخرج للضوء من هذا السكات. راه الظلم عتم عليك وظلم، وما بقالك في هذه الدنيا حياة. اليوم لازم عليك في النهار تحلم، قبل ما يفوت الحال وقبل ما مات. الطالب بحقك عمرك لا تستسلم، علاش كون شاف فيك قبل يا مات. كي كنت تسهر ليالي والكل نايم، تصبح حتى تشوف كل وقات. تراجع تحفظ تقرأ وتزيد تخمم، والناس برا فرحانة شحال زهات. الناس تحوس وانت في الدروس تهضم. ديما عندك امتحانات. حاجة واحدة في بالك تولي طبيب محترم ولا جراح تسلك الناس من الممات. الداوي كل واحد عنده سقم، وكلمة الحكيم عندك من أحسن رتبات. بعد 12 عام الكل في وجهك عتم، والكل يشرب قطرة الدم هذيك اللي بقات. العسكر يقول نسامحوا كل الناس، بصح انت تخدم 30 ولا 40 سنة الوقت ما فات. غير تكمل العسكر الخدمة المدنية تبدأ ثم، وسيف عليك تكمل 3 سنوات. في مكان قيفار يخلع الزادم تروح تخدم ما كاش وين تبات. لا وسائل اللي تداوي بيها سقم، لا سيروم يحيي لا دواوات. وين راهو ذاك سبيطار مسقم وراها قاعة العمليات. وين الدوزان المعقم، وين راها الاستعجالات. كيف حطيتوني في هذا المعلم انا جراح مانيش قزان تاع قبات. جالي المدير وقال لي ما عليك غير تستسلم، العبودية ليك اليوم راها بدات. في هذا البلاصة انا اللي نحكم، الداوي بالعباد والجمال والحياة. يا الحكيم راك اليوم هنا تتحكم، هذه هي القوانين والقرارات. سألت بزاف قلت لازم نقاوم، راها نفسي شبعت من الظلم وروات. رفت يدي وقلت لا للظلم، جابوا لي البوليسي بالعصا يدين طوات. في ذاك اليوم الناس بالدم وقطرات الدم غالية شحال سوات. كيف يضربوا طبيب مسالم يمشي في الطريق ويرفد رايات. ما يطالب مال ولا دراهم، حب غير سبيطار ومعدات. لا للحقرة للتهميش لا للظلم. ذي السياسة فاشلة عمرها مكلات. يونامار مقدرناش للهم. يونامار خلاص يزينا بركات. يا مسؤول ضرب وزيد وفهم. أنا عمي بن مهيدي وخالي لابوانت، أنا طالب العلم وانت المجرم. والضربة هذيك راها برات، بصح على حقي وكرامتي لا نستسلم. نروح الوهر مقسنطينة وحتى الجانات. انت اللي تندم وحقي نديه حبيت ولا كرامتي.